بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبتدي اليوم أنواع الوصلات في خط النسخ. ركز معي. أول وصلة بنسميها الوصلة الصاعدة، وهذه الوصلة نجدها في اتصال الصاد مع الألف أو الصاد مع اللام أو اللام ألف أو الكاف أو بعض الحروف الأخرى الأفقية زي الفاء والباء إلى آخره. ونشوف دلوقتي تدريب عملي. الصاد مع الألف، هذه وصلة صاعدة ما بين الصاد ونطالع على الألف في كلمة صاد مثلا أو فاء لام. Thank you.
أو كاف لام ألف. كاف ضاد كاف وصلة صاعدة أو ياء دال أو قاف أو فاء هاء أو تاء منتهية مربوطة أو اتصال مع حروف أفقية زي طاء أو ظاء مع فاء أو طاء باء طب تعتبر الوصلة دي صاعدة طب مثلا أو باء عين أو كاف نون أو أفقية ممتدة بكشيدة زي سين راء يبقى واضح هنا اتجاه السهم للوصلة اتجاه السهم للوصلة الفاء مع اللام اتجاه السهم مع وصلة الكاف مع اللام ألف كذلك اتجاه الوصلة مع الضاد مع كاف ومع الياء مع الدال أو الفاء مع الهاء المنتهية أو مع الحروف الأفقية زي الظاء مع الفاء أو الطاء مع الباء أو الباء مع العين وكذلك الكاف مع النون أو مع السين مع الراء وهذه كلها تعتبر وصلات صاعدة.